تعالوا نروح مع حضراتكم بقى للجانب التحليلي ونتعرف اكتر كده على الاراء التحليليه. هيكون منورنا عبر الهاتف دلوقتي الكابتن محمد ابو العيله، نعرف اراءه في مباراه اليوم واستعدادات الزمالك مع الجهاز الفني الجديد ممكن تكون عامله ازاي. بنصبح على حضرتك يا كابتن وبنقول لك صباح الفل ومساء الفل ورمضان كريم يا كابتن ابو العيله، اهلا بحضرتك. صباح الخير عليك طبعا ورمضان اكرم وعلى كل مستمعينك يا رب ان شاء الله. منورنا دايما يا كابتن ابو العيله، وفي البدايه النهارده نقول انها بدايه جديده وصفحه بيضاء جديده على نادي الزمالك بجهازه الفني وباولاده، يعني عايزه اتوقف عند كلمه باولاده. اولاد نادي الزمالك في الاوقات الصعبه دايما بيقفوا في ظهر الفريق، شفنا يمكن نادي الزمالك على مدار الفترات الطويله الاخيره في فترات عدم الاستقرار بيكون في هزه، اولاد النادي بيكونوا دايما متكاتفين، وشفنا اكتر من مره في الاجهزه الفنيه بيقدروا ان هم يرجعوا بالفريق في النتائج. تعليق حضرتك ايه ومتوقع ايه لمباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم؟ والله بصي، المباراة طبعا النهاردة يعني يمكن شفنا اخر لقاء ما بين الزمالك والبنك الاهلي في كاس الرابطة، ممكن ده يكون برضو محطوط في الاعتبار ومصعب المباراة النهاردة. لكن مباراة النهاردة بجهاز فني جديد نادي الزمالك الحقيقة يعني انا في توقعاتي ان ممكن يكون في دم جديد، قد يكون دم جديد، قد يكون في روح جديده، لان الحقيقه كان في مشكله في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. انا كان بيوصلني رساله نزوله بكل ماتشات الدوري كانهم هم راميين الفوطه اللي وسط الكوره يعني، او ان هم مستسلمين حاسين ان البطوله بعدت. ده الحقيقه مش عاده انديه كبيره، وفاعتقادي ان دي اول نقطه لازم يعني يشتغلوا عليها الجهاز الجديد، ان مش كلمه بقى الدوري في الملعب كده، لا فكره ان انا كان نادي الزمالك بلعب من اجل الفوز، مش عشان دوري في الملعب او مش الملعب، انا بجهز نفسي الفترة القادمة يعني. فدي نقطة مهمة جدا، لأن الأداء الفترة اللي فاتت من الزمالك أول مرة الحقيقة يقعد فترة كبيرة كده إخفاقات ونتائج مش كويسة. وفي نفس الوقت فريق البنك الأهلي الحقيقة فريق منظم مع بروفيسيلي ومدير فني جيد جدا جدا، وبيحط بصمته في أي فريق بيمسكه وبيلعب كورة حقيقية بيلعب من رجل لرجل. لكن المفروض الطبيعي إن إمكانيات الزمالك لو في حالته الطبيعية المفروض تكون يعني في أداء أفضل من اللي إحنا شفناه الفترات. تحفيز اللعيبه يجي ازاي يا كابتن ابو العيله النهارده؟ الجهاز الفني الجديد يشتغل ازاي على الجانب المعنوي والنفسي الخاص بلعيبه نادي الزمالك، خصوصا انك بتواجه فريق زي ما حضرتك قلت خسر في كاس الرابطه من البنك الاهلي بنتيجه 3 اهداف، بنتكلم في اخر 10 دقائق من المباراه، وكانت يعني خساره مفاجاه وصادمه جدا. تعليق حضرتك ايه وازاي النهارده التحفيز المعنوي يكون تجاه اللعيبه؟ هو بصي، التحفيز المعنوي ده حاجه المفروض اصلا ما يكونش بتبذل فيها مجهود كبير مع نادي كبير، لان دي سمه من سمات الشخصيه لاي نادي كبير، ان انا على طول بنزل من اجل الفوز، ده المفروض يعني. لكن هو الغريب والامر الثنائي هو ان نادي الزمالك يكون في الحاله دي بقى له فتره، ده اللي غريب بصراحه. بالنسبه لاولاد النادي دايما بيشيلوا النادي في الظروف دي، لا ده الطبيعي، صح. دايما تعودنا من اولاد النادي بيبقوا دايما في الظروف الصعبه بيتولوا المسؤوليه، وان كان الحقيقه انا اتمنى ان المناخ يكون يساعد اي حد، لان انا شايف ان مشكله نادي الزمالك اصبحت فنيه لكن هي اساسها مش فني. يعني بقت مشاكل فنيه بنشوفها عندنا في الملعب، لكن اساسها مش فني. فمش هينفع نقعد نعالج بس المشاكل الفنيه من غير ما نعالج المناخ اللي يساعدنا ان احنا نقدر نأدي الاداء الفني الجيد. حته اولاد النادي، اولاد النادي دايما هم بيبقى ليهم الامور الصعبه، فهو ده تعالى الحق اول ما الدنيا تبدا فيها يعني تدهور، تلاقيها الحقيقه ولاد النادي الحقوا 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 الحقوا. انا اتمنى التوفيق الحقيقه لكل زمايلي اللي ماسكين، لان كلهم وقت من الاوقات كانوا زمايل ملاعب واصحاب طبعا غاليين وعشت، صحيح. عمر اتمنى لهم التوفيق، لان انا عارف كابتن مدحت عبد الهادي الحقيقه كان ليه تجربه يعني قويه في الاجهزه الفنيه الخاصه بنادي الزمالك من قبل في المواسم الاخيره، والحقيقه انه شخصيته لا بتفرق مع اللعيبه، شخصيه يعني قويه جدا، شخصيه حاسمه جدا، فاعتقد اللعيبه محتاجه النوعيه دي من الاجهزه الفنيه خلال الفتره دي. والله طبعا ده حاجه حقيقيه وانا مبسوط ليهم، بس كنت اتمنى لهم يشتغلوا في ظروف اسهل شويه او افضل شويه، لكن مفيش شك ان بتمنى لهم التوفيق، وهم اولاد نادي وعاشوا المصاعب دي قبل كده وعارفين نقدر نطلع منها
ازاي هو بس ممكن ينقصه ممتلك المناخ، واتمنى الفتره اللي جايه باذن الله. اتمنى. طيب على الصعيد على الصعيد الاخر، البنك الاهلي بيصارع الهبوط، هل ده يعني ممكن ازاي يكون مؤثر على النتائج اليوم؟ هل ممكن يخليه في حاله شرسه جدا في الملعب، مش هو مش بيهرج ابدا، الدوافع هتكون عامله ازاي عند اللعيبه؟ برضو الامور دي هتفرق جدا مع فريق البنك الاهلي في المباراه. انا شايف طبعا ان البنك الاهلي طبعا وضعه يعني ده افضل نوعا ما، لسه في منطقه الخطوره، ممكن يعني ما ياخدش المباراه مفتوحه بشكل او باخر، ان هو يهمه ان ما يخسرش نقاط. وان كان طريق باو فاسيليو بيحب يلعب كره على الارض ويعمل بيلد اب او بناء الهجمات، لكن اعتقد ان هو مش ممكن ما يلعبهاش بنفس طريقه ماتش كاس الرابطه، لان كاس الرابطه اولا كان فيه غيابات اكتر من فريق الزمالك، فاعتقادي ان ممكن تكون المباراه دي بالنسبه له ليها حسابات ثانيه وتجهيز ثاني وتحضير ثاني، لان هو يهمه انه يقفل الجيم. بس هو برضه هيلعب على حاجه ان هو شافها الفتره فاتت، ان نادي الزمالك لما بتقفله الجيم وبيقدر يعمل لعب على الهجمه المرتده بيقدر يخطف منها اهداف، فاعتقد دي الحاجه اللي باو فاسيليو هيشتغل عليها النهارده، يحاول يقفل الجيم ويستغل نوعا ما دفاعات فريق نادي الزمالك ويلعب على الهجمات المرتده، خاصه ان هو عنده عناصر بتجيد اللعب على الهجمه المرتده وعندها بتعرف تهدف من الهجمه المرتده يعني. طيب سريعا جدا نروح مع حضرتك ايضا لمباراه اليوم في نفس التوقيت، هيكون في مباراه بتجمع فريق سموحه وفريق الداخليه، تعليق حضرتك على المباراه وشايف المباراه مين اللي هيحسمها؟ والله الحقيقه طبعا هو على الورق سموحه الحقيقه فريق طبعا كويس وعامل نتائج يعني مش افضل حاجه، لكن وضعه كسكواد اقوى شويه. الداخليه بعد التعديل الفتره اللي فاتت المستوى تطور سنه وابتدى يبقى يعني بيبقى فيه مردود مختلف شويه، لكن توقعاتي ان المباراه تروح في اتجاه سموحه. سموحه في المركز ال 11، فسموحه يمكن اهدى شويه لحد ما يعني. الداخليه في المركز 14 ويهمه انه يفضل بعيد عن منطقه الهبوط. فلسفه فريق سموحه غير فلسفه فريق الداخليه خالص، سموحه بيلعب كره لحد ما يعني هجوميه شويه، الداخليه ما بيلعبش كره هجوميه، الداخليه برضه بيزيد اللعب على الهجمه المرتده وعنده لعيبه تقدر تشتغل على الناحيه دي، ويهمه في الاساس انه ما يخسرش. لكن سموحه هيبقى يهمه بيلعب على ثلاث نقاط يعني. فانا اعتقادي ان سموحه لو استغل الفرص اللي هتجيله، لان هو عنده لعيبه تقدر تخلق فرص وتصنع فرص، المباراه صعب على الداخليه. لو الداخليه عرف يحافظ على الصفر اطول فتره ممكنه ممكن بيعرف يخطف المباراه بهدف يعني ويقفل عليه بقى. للنهايه طبعا اروح مع حضرتك للمباراه الاخيره، مباراه هتجمع بين فريق ام بي والمقاولون العرب. ام بي بيمر بحاله انتعاشه شديده جدا في ظل النتائج الرائعه مع الكابتن تامر مصطفى، ايضا على الصعيد الاخر المقاولون العرب مع كابتن شوقي غريب، تعليق حضرتك شايف المباراه دي ممكن تنتهي لصالح اي فريق؟ الحقيقه ام بي معلش ام بي هيلاعب مين؟ معلش انا المقاولون العرب. ام بي النهارده لاعب مقاولين. تمام. يمكن برضو دي من المباريات اللي هي صعب التوقع بيها، لان ام بي عامل طفره الفتره اللي فاتت. صحيح. ام بي كسب ست نقاط نقلوه في حته ثانيه خالص، والمقاولين الحقيقه من اول الموسم مقدم عروض جيده جدا وبيحارب انه يدخل على المربع الذهبي، وام بي ابتدى يبعد شويه عن منطقه برضو الهبوط وداخل بطموح جديده وجهاز فني اللي اتغير من فتره مع تامر مصطفى، عامل الحقيقه اداء تطور. المقاولين الحقيقه عنده مجموعه جيده جدا من المحترفين، كابتن شوقي بيعرف يستغلهم افضل استغلال. انا شايف النهارده الحقيقه مباراه قد تكون يعني على الورق متكافئه جدا جدا وفي الملعب متكافئه جدا، لكن سمات الفرق هنا مختلفه شويه، لان الام بي عنده جبهه بيعتمد عليها اكتر وهي علي فوزي ورفيق كابو، هي من اللاعبين المهمين جدا جدا، ولما حد يوقف خطوره الاثنين لعيبه دول ممكن يعني تشل حركه ام بي. المقاولين العرب بيلعب بشكل مختلف، عنده توازن ما بين الدفاع والهجوم، عنده زي ما قلت لك استغلال اللعيبه المحترفه، عنده مميزين جدا جدا وكرات ثابته بيعملوها بشكل مميز جدا. فانا يعني مش عايز اقول ان انا فيها توقع، لكن اتوقع ان المقاولين اعرف فيها. كابتن ابو العيلة في كلمه واحده، ما ينفعش تكون معايا لما اسالك على توقعات نتيجه صعبه جدا، فريق بيراميدز في مواجهه النادي الاهلي في مسابقه كاس مصر النهائي، تعليقك ايه؟ شايف سريعا مين اللي هيفوز في المباراه؟ بيراميدز هيلاعب الاهلي طبعا في نهائي كاس مصر. الحقيقه ماتشات الكاس دي بقى خارج التوقعات تماما، لان ماتشاتها بتتلعب بشكل مختلف. بص المباراه دي بتبقى معتمده على السيناريو. يعني خدي بالك احنا بقالنا
اكثر من اسبوع اهو بنتكلم على ما يدور خارج الملعب اكثر ما يدور داخل الملعب، وهو ليه علاقه بالحضور الجماهيري وليه علاقه بالتحكيم، فدي معركه اداريه موجوده بره الملعب بيبقى الاهداف منها برضو الضغط على المنافس يعني. بس اعتقد اللي يهم اللعيبه اللي داخل الملعب، لانه ال 90 دقيقه بيفصل اللاعب تماما عن ما يدور او ما كان يحدث ما قبل المباراه، هم ال 90 دقيقه اللي بيحسموا لك الامر، لازم يكونوا بيقاتلوا ايا كان مين اللعيبه طبعا، يعني بتكلم على لعيبه النادي الاهلي او لعيبه فريق بيراميدز، ولكن ال 90 دقيقه هم اللي بيحسموا اللقاء. ده على يمكن ده الكلام اللي هو الطبيعي بتاع اللعبه المحترفه اللي تعرف تفصل بالظبط، لكن اللي انا شايفه ان في اجواء تاني، فعشان كده بقول لك ان المباراه دي بقى ليها غصب عنك محيطه باجواء وليها سيناريو، يعني مثلا لو مباراه راحت سكه فيها شد وعصبيه ممكن تلاقي حد مثلا من الفرقتين ياخد كارت احمر، فهي سيناريو تاني يفقد تركيزه. صحيح، عشان كده بقول لك كارت احمر مثلا دي خليك داخلك في سيناريو تاني خالص، طبعا بتلعب 90 دقيقه بسيناريو. طب السيناريو بيجي منين؟ بيجي من ساعات المعارك اللي بره الملعب يعني، او بلاش كلمه معارك ما بحبهاش معارك، بس المنافسه اللي بره الملعب. فهشام بيقول لك المباراه دي سيناريو انه ممكن يجيب هدف مبكر الامور معاه تختلف تماما ويحافظ عليه ويغير يغير من طريقه لعبه اصلا، لانه الطبيعي ان فرقه الاهلي بتلعب كره مفتوحه او كره هجوميه، ونفس الكلام فريق بيراميدز بيلعب كره هجوميه، لكن الهدف مبكر لاي فرقه منهم ممكن تغير من طريقه لعبه. يعني النتيجه مش عند الكابتن ابو العيله ما قبل المباراه، مش عندك يا كابتن النتيجه ولا توقع؟ لا لا، محدش يقدر يتوقع. محدش يقدر يتوقع. صحيح. شكرا جزيلا للكابتن ابو العيله، تحياتنا لحضرتك نجم نادي الزمالك السابق، تحياتنا ليك.